أيضا ولا زلنا في اسم الكتاب موسوعة الغذاء الواقي من السرطان ميثيو كوشي وإليكس جاك. عودا على بدء سرطان الكلية والمثانة، نستكمل أن معدلات الإصابة في سرطان الكلية والمثانة، أن ثلث أمراض السرطان في الجهاز البولي يصيب الكلية ويستدعي العلاج الطبي المتعارف عليه، إجراء عمليات جراحية لاستئصال الكلية المصابة مع العقد الليمفاوية المجاورة والغدد الكظرية. ومن نوع آخر، أنواع سرطان الكلية الأكثر ندرة يعرف باسم كارسينوما الكلية والحوض، يجرى استئصال الحالب أيضا مع الكلية الإليا، ويستطيع الإنسان أن يعيش بكلية واحدة. وفي حالة استئصال الكليتين يمكن إجراء زرع للكليات الديلزة أو عمل فصل غشائي للكلية، تقوم آلية أو وعمل فصل غشائي للكلية وتقوم أيضا آلة الفصل غشائي للكلية بأداء وظائف الكليتين، فتصفي السوائل عبر أنابيب تركب في ذراع المريض ووظائف الكليتين فيصفي السوائل عبر أنابيب تركب في ذراع المريض، ويجب على المريض أن يخضع لهذا العلاج مرتين إلى 3 مرات أسبوعية لفترة تستغرق من 3 ساعات إلى 4 ساعات. تؤخذ الكليتين، تأخذ كما نرى في الصورة شكل حبة الفول، وهما تقعان من الجزء العلوي من تجويف البطن بالقرب من العمود الفقري، والمهام الرئيسية التي تقوم بها الكليتان هي تنقية الدم من الشوائب وتصريف السوائل الزائدة في الجسم على شكل بول، ويمر حوالي ربع جالون من الدم عبر الكليتين كل دقيقة، ويساعد هذا العضو في تنظيم مقدار الملح والماء وغيرهم من مكونات مجرى الدم. ويتشكل البول من الكليتين عن طريق ترشيح البولة وغيرها من مخلفات الأوعية الدموية وامتصاص وإفراز المواد الأخرى من المادة الراشحة. وبصفة عامة، فإن يكون البول أصفر اللون ويشكل مفعولا حمضيا معتدلا وله رائحة خفيفة وشيئا ما مالح، وتختلف كمية البول المعروفة وفقا لكمية السوائل المستهلكة، ولكن الكمية تراوح عادة بين 100 سنتيمتر إلى 1500 مكعب في اليوم، وتختلف كمية المواد الصلبة في البول وفقا للنظام الغذائي، وتتزايد تصبح نسبتها أكبر بكثير بعد استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والبروتين، ويفرز الذين يأكلون بحسب النظام الغذائي الحديث حوالي 40 جرام إلى 75 من الفضلات الصلبة يوميا في البول، و25% منها في البولة، و25% من الكلوريد، و25% من السلفات والفوسفات وغيرهما من الأحماض العضوية والصبغات والهرمونات وغيرها. وقد يحتوي البول غير السليم على معدلات عالية من الزلال والسكر والدم والصديد والأسيتون والدهون والكيلوس ومواد خلوية وبكتيريا، وتمثل الغدد الكظرية المتعلقة بالجزء العلوي من الكليتين جزءا من الجهاز الغدد الصماء، وهي تفرز الهرمونات بها مثل الإدرينالين الذي ينظم الضغط و الضغط الذهني والعاطفي. أما الحالبان فهما أنبوبان ضيقين فهما ضيقان وطويلان ينقلان البول من كل كلية إلى المثانة بفعل الفضلات، في حين أن المثانة عضو مجوف يقع في الحوض ويعمل كخزان البول، ويمكن أن تحمل المثانة مقدار نصف لتر من البول ومجرى مجرى البول طبعا